قاسموا الفرحة الحزن وزيد عايدة ماشي كيف كيف واحد عنده موتي في حياته كل يوم حكاية تدينا بعيد تتعلموا قيمة العيلة مش دين عمبو زيد بانوا لك كانت شبهي هذا يكري على الحانوت راح لنا كابوزي قولك حاجة يا موحوش إلى نحن الحانوت تسمى خلاص لقيت علينا نبدأ نندب في حناكينا فتاعك يا بوزي لا سيدير في الإضافة أي طير مع الطيور وتقاد لي ندي لي في باكسة من الحيوانات عيط عيط دوك الكلاب والفكار دي يسلكم لا لا يا موحوش وعلي تسمى باش تجي تعاونني ولا لا لا جاي تحبط لي في المورال يا ودي جيت نعاونك انا يعني بلي تعاوني بصح لما نيرك فاك تعاون فيا ماشي هكذاك ماكش فاهمني شنو نقول لك حاجه تحب تخرج من الغرقه وتحمل وجهك قدام المعظم انا عندي افير شابه واش هي الافير هذه نديرو قرقاطي كيفاه قرقاطي ما كاين والو شوف فيها حاجه جيز غورغار راك معايا لا مونطارد لا ماريوناز وشوية تشينكو نقولك حاجة عطولي تضرب دراهم بالبالو واش حبيتني نقولك هاك فارية صاحبي تقولك حاجة فاريدة شحال يديك كيلو 5000 صافي فليزي 40000 فايدة في كيلو نضربو فيها بوزيت ما يحبش عليك في الخدمة بوحوش واش ما خدمة خدمة خدمتك يا ودي انا فارية راني فارية في الخدمة شوف انت اللي راك في الغرقة يا وتقعد هكا بوزيت شراب وتجربه ايه روح روح موحش روح وليد خالتي شو عليها غالي يوجعلك قلبك شو محوش بوزيد بوزيد لا بس الحمد لله شعر قلت لي راي دي الفارينة الورقة تبكي ونكتب ودموعي ميدادي الورقة بكين سببي ساعدني الميعاد بربادادي قبلك حاجة اليوم نعطيكم بواحد لي مونشو أكم رايحين تكتشفوا البنة يا أبنائي أك خالعني بابو ألا تعرف طيب حسرة هذه هدرة هذه ولا بكري ما كنت تعرف طيب هذه عيطوا لها لابات فويتي لازم نزيدوا لها شوية فارينة ما لوليدي يجيب لي شوية فارينة شوية دب 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 حسرة بتشقتها أكا حقا مزية نسلكها هذه يمكن يمك ترميها على بالك شويه ما وليدي شويه هاي بس في حسره شربه سحبي ما شعب قال ما تعرفوش ما تعرفوا والو تعلم غير هكذاك بتش غير هكذاك يا رفا هي 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 بونما فارينا اها ايه هم بعد
على بالكم بنادم كي يكون عنده بزاف ما طيبش ينسى. شغل تروح الكلامع؟ روح عند يماك ولا كش ما كليك ولا نحسب كيفاش نبريباري لاباط فويد باش ندير لي مونش. هاي ما تحللهاش اللي اشتغل شويه بالك شلفت وكنا عاود ولا دوك انا ضب راسي. روح ليك معقول يا فيفي معقول طيب يلا ولا نديرو سيلفي دقيقة 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 يلا فيفي هذه ما ديرهاش فيسبوك لا نديرها غير سناب شات وانستغرام وتويتر خير جد طوب واش تميز صار باباك حيدك تاع البيع هذا الله غير نستعرف بيك بابا واش مازال تزيد دير كذا واش مازال تزيد دير هذا علاش طونطون زيدو راح تبيع غير لي مونشون اه لا لا لازم ندير دي تيراميس و لازم ندير دي فوندون او شوكولا افيك اون بلاص على الفاني دي كريم بروني كروك مونسيو جام بالك سيرلينك تاع الصح لا لا غادي نشرح لي ما نقولك كيفاش ندوز انا تشكتوكه تاع المحاج لا بات انا ميتريزيها مليح مي تشكتوكه راحك كش ما كان ليك واش تهشن فتعاود ولي خلعنيش انا تشكتوكه سهله فيفي هذا تاع البيع شوفي فيفي من بعد طونطون زيدو يدير لك حلوة الطابع بغيلي اوكي باي باي ليدي اعطيني زوج منايا وحده منايا ما عليه واش راكم لاباس لاباس الحمد لله او بابا الدعوه تمشي يا صار عليك انا اللي هنا وما تمشيش عيرش الفلاس تاعهم بلاي هذا وين جيو نتوما ما خالف برك وجاي هاكي تفضلي بصحتك بونجور وعليكم البونجور انا بعد بيتزا سيل فو بلاي هل جاتني فهمي وخوش ما تزيد لاش باريجيان لا جينيرال اون تي يا 25000 لا 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 ماشي انا قلت لي 20000 لا غالب طاح البترول كيفاش كي يطلع تزيد وكي يهبط تزيد ثاني شوفي اختي ما تهضريش معايا هضري مع البورصه فوزين طلع السوم تاع البيتزا او طاح البترول صباح الخير عليكم يلا طيفي جات اسلامه خالتي زليخه بحال راهي ماشيه والغاشي الله يبارك نورمال نورمال خالتي زليخه شويه ماشي حاجه كيف ماشي حاجه بوزن ماك تشوف فين انا خدمه تقول ماشي حاجه مش انا قلت لك هذا لجل ميلود تخش ميلود كي يشوف اللي عندنا سوارده هادير في بالك بلي طلعنا في الكراوه هضر بشويه رحم والديك يضر هذيك الغريبيه اللي جبتها لكم الغريبيه تاعك خالتي زليخه راهي غير تنحط الطير في السماء الناس كامله يحبوها على بازت جبت لكم شويه يعطيك الصحه خالتي زليخه الله يسلمك ما تنساش كي تروحي للدار قولي للميلود من بعد نجي نشوف ان شاء الله يا وليدي ما انا نروح نزيد نوجد لكم شويه يلا ايه هاي بقاو على خير سلامه سلامه خالتي زليخه بابا مش تسربي لك خويا واش من خويا شوف انا قلت لها قولها انت مش اقولها قال لك بابا صباح الخير صباح الخير صباح الخير شتو كان فريتها تنتب انا خليك عندي فرد فجائي على خير سلامة وليدي
ديري في الكاطو؟ ايه راني ندير في الكاطو. المرة الجاية ما تجيش تخليه يسموا في الفرن وتروح ترقد. طيب حرقتنا بدا. تكيت برك. ريت كاست شوية. شتي. وقت الويجري يا. بصيرتك الصحة اللي نمطي. تاع الطابع. ريحته شعر بنينة. قلب. أني فهمت الميساج. كان لا ميساج لا والو. علاش عندي طابع درت به وخلاص. يعطيك الصحة اللي عاونتيني. الله يسلمك. وماذا بك تشيل الزيت والفرينة مخلص. فرينة والزيت. زوج كيلة فرينة كيلة سكر زيدو هباك شكون عيط لي اليوم؟ زوج حبات بير عيط لي المعلم ديالي حبني نولي نخدم هاي الهضرة وانتي واش قلتي له؟ على باليش قلت له نخمم شوية جاتني صعيبة شوية زيدو ما بلعتهاش أنا لا تاخذي رأي غير بلعيها بلعيها وشرطيها فهمتي؟ تعودي تولي لخدمتك خير زهرة بصح نطيح من قيمتي زيدو واش دخل القيمة في هذه؟ دبر راسك بكي حبيت تقعدي في الدار وقعدي في الدار وخلاص ايه بصح انا تاني عيت من القعد في الدار زيدو اي والله دوك انت كيما درت معاك حصلت شوفي كيف اقعدي في الخدمة ولا خدمي في القعد وبعدي البلا وخلاص شنو؟ شاك تقول؟ اسمع ما علبكش بيا كيلة زبدة وزوج حبات قارص شاك تقرا؟ روسات تاع لا مونا اخي غدو عندي كوموند رامي يرحم بابك طفي لي التلفزيون هذا خشلوا لي بري يطلعوا يحطوا ان شاء الله حنبيعوا البيتزا دي مليار ولا السلام عليكم وعليكم السلام راه طلع واش راك عمي ميلود لاباس رانا شويه شويه عمي ميلود شويه شويه مزيد راني جيتك على حدوك على ماشي عمي ميلود انت على الكره ايه تاع الكره محوش شوف شوف لا روسيت هذيك تاع الكره تاع الشراره تاع والله يا ابو زيد ابني نقول لك صراحه لو كان ماشي الغلا فهمت والدعوه راهي على قد مرحه وتزيد قلت انا نزيد شويه في الكار راه ان شاء الله هكذا نعودوا سوا سوا اي خير اي خير صح بارك الله فيك ما بخاطرك عمي بارك الله فيك زيد له دير له تاع الروس تاعو تاع الكار ديالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله خويا واش نعطيك خويا عندنا بيتزا عندنا انا كونسييك عندنا بحاجب ملح بحاجب حريم حريم جيب لي زوج ارواح انا عبد الدكتور هاني بوزيد انا عمي دكتور هاني بوزيد واش تخدم تسمى شغل بيطار طريه كانت يعني كل حاجه طريه نخدموها بيتزا طريه حاجه طريه كما كنت نقول لك نكونوا طريين يعني كل حاجه طريه معناتها شغل بالطري طريه ولا بلاك هذيك بوز برجر هذيك واش معناتها نعم بوز برجر ايه هذه بوز برجر هذا هاك تعرف دراري يهبلوا ما عندي في الدار ولا بداني فيها حالة انا كيف كيف نعرفك بروحي كونترول دي زامبو يا عم يا إما تبدل الاكتيفيتي هذه يا إما نتلقاو في العدالة بوجي أبعيطوا لي من دارو نيرجوس غزالة مريضة غزالة روح روح شوف روح أني فهمت تدرك هذاك يحبس الخدمة هذه انت اللي تعيشوا عمي ميلود عمي ميلود بالعقل ما كانش عقل مع هادو ما كانش اسمع حبيت نعرف هذا لو صوتي هذا شكون والمحل شكون انا والله انا نهار اللي كنت في الجبل نحرر في البلاد ها ورصاصي خيط في جنابي انت ما سلمتش فهمت انا السيد ميلود انا القرمسيو انا انا لاجون سكري انا ميلود نعم انا جامي سمعت بيك وما عندي حتى هضره معك فهمت كيفاش انت ما تسمعش لي انت ها ما تسمعش لي هذا خلاص لا لا عمي ميلود اسمع انا من نكذب انا لا لا حاجه من ميلود اسكت انت اسكت عليا اسكت قالك اسكت انا هذه ماشي شغلي هذه
ما عندكمش روجيست كوميرس. وانا ما نسمعش به، ما عندي ما ندير به، انا عندي ريسيت باسي، فهمت ولا؟ يا عمي مالك داك ما عندك والله انتما بعد عليا الولاد هذو. هيا روح للدعريه، هيا روحوا للدعريه. شوف يا دكتور هادي شنو نتلاقاو في العداله، كاينه حاجه برك قولوا ما ينساش لي سي باسي تاعو. هيه ودير عشرة وقرص روح ما كون حبيت خويا خويا يا ميلو حبيت طيحنا هيك الشارد ياكل هاك حنا تاع خير على بالي بلي عندك لي سي باس ما يكون حتى مشكل ان شاء الله وليت نقول لك لا ما تفريها لنا غير زهره زهره مرتك يا اخي افوكات افوكات اعطيني ملكه نبرد فيها جنون طيبتها زهره بصحتك يا بنينا يا Les prix à la consommation dans la zone euro ont bien augmenté de 0,3% sur un an, au mois de mai, repartant à la hausse après 4 mois de baisse et un mois de stagnation. كيفاش انا دوكا تيكا حندافع عليك ها؟ واش راح نقول لهم؟ حتى خدمتي مازال ما وليتلهاش بوزي. غير عاودي ولي خدمتك يا زهرة غير ولي. على خاطر إلا تي شوماج وأنا شوماج ما ناكلو فرماج ما تصيح لنا حبة ولا دجاج ونولو عايشين مع الميلود في الشونتاج. شكون ما خرجش وين يديبوزيت؟ زعما انت دكتور بوزيد فيتيرينير بالكابيني ديالو تبيع لي البيتزا والمحاجب حتى داك الميلود زاد خلطها مع الكونترولور يقول لك يا زهره الغلطه ما هي لا تاع ميلود لا تاعي لا تاع موحوش بترول انت يا زهره زعما تولي الخدمه تفريها انا بالي بلي تفريها منها الله يبارك وخلص هاي الله يبارك هيا 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 يا بوحوش هيا هيا باش نعطيك ابني الله يبارك هاي وخلص روح السلام عليكم عليكم وعليكم السلام وزيد واش راك ميبر لاباس ولا الحمد لله يا رب هاي ماشيه شويه هاني هنيتك يا سيدي رجعت ريجيستر كوميرس باسمي مبروك مبروك الله يبارك فيك وبلي سي باسي تاعي الله يبارك ميلود يا الصبح هذه برك ايش نعطيك؟ ايه سربي للراجل سربي خاطش انا في الحقيقه يا الميلود في مخي في مخي زعما انا راني جاي الكابيني باش نداوي زعما يقولوا خاطش كي جيت من وسط الباب مغلوق غلقتو غلقتو باش الا بغيت تاكل حاجه اضرب الدورة من هي الحمد لله يا رب سير بلا رد تفضلي تفضلي بنتي تفضلي مجيد ما انتبهت لوالو لا شو سبحان الله ماك بالاحمر جات شابة ايه بحوش اعطي اعطي ذوق الباروت يلا 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 تاكل حب عليك ايش حارب لا انا ديجا راني بحرحر بك لا تزيد لي الحر ويعطيك الصحة الله يعطيك مت منايا وليد خالتي عرفت كيفاش تخدعني شفت فرزان يا حسان نشوف راني نحس يا عمري ايش راني فرحان يا عمري راني هنيت باش ما تجيك تسلك الكراه خلاص ديكم غير حبه زيتون صحتك سنعود كل يوم صورة وحلم جديد نتقاسموا الفرحة الحزن وزيد عيلة ماشي كيف كيف واحد عنده موتي في حياته كل يوم حكايات تدينا بعيد نتعلمو قيمة العيلة من جديد عند بوزيد بانو لقانو تشابهين بالصح فرق متخالفين
تلعب واربح بالإجابة على السؤال تالي: واش دار بوزيت في الكابيني؟ إجابة رقم 1 شعل النار، إجابة رقم 2 رجعوا فاست فود. أرسلوا إجابة صحيحة عبر الأسماس على رقم 66025 لا ثابت على رقم 36000، وهذا للربح جوائز تالية: هواتف آيفون اس او يوميا من عند أديماك، كل أسبوع لوازم كهرومنزلية من عند ستارلايت، قواسم شراء بقيمة 50000 دينار جزائري، والجائزة الكبرى غرفة نوم، صالون ومطبخ مهدات من عند كوكسينان. حتساعد.